قول لي في طرق هنا، يمكن في حوالي 3 طرق تاني اخرى غير الطريقه بتاعتكم. صح، موجوده في سيوه. موجوده في منها مثلا الطريقه العروسيه. ايوه، بتستخدم الدف او الدف. البندير. أيوة. زي ما بيسمى. صح. وهو خاص بسيوه فقط. أيوة. بندير. ايوه، ليه انتوا ما بتستخدموش الات؟ ليه ما بتستخدموش دف؟ ليه ما بتستخدموش حاجه تاني؟ لا، الطريقه المدينيه ما فيهاش استعمال موسيقى اطلاقا. لا، موسيقى تمام نابعة من داخل الجسم الإنسان. ليه؟ لأن الحضرة دي بتبقى كعلاج شخصي نفسي للإنسان. لما الإنسان يبقى الحياة صعبة وفيها مشاكل كتيرة، أحيانا لما بيقول الله حي الله حي، الإنسان ينفس عنه هذه الكرب. الاهتزاز ده حتى قراءة القرآن، أي واحد يقرأ القرآن لازم يهتز طبعا. فدي بتدي راحة للنفس. لكن هناك تنغيم حتى في المعنى. أيوة. بقولها بريتم. أيوة. بقولها بقاع، ما بقولهاش. هذه موسيقى برضو. أي موسيقى، بس موسيقى عادية من روحانية. يا حي 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 يا سادتي جوهر جنوم فيضكم، يا سادتي جوهر جنوم فيضكم، واذكروا لسكرات التحية العظام، واذكروا لسكرات التحية العظام.